بعد تراجع منسوب ارتفاع المياه. تقييم العمل الميداني ومستوى انعكاسات التدخلات على الأسر المتضررة من فيضانات نهر السنغال والإجراءات التي يجب اتخاذها بعد بدء حصار المياه وتراجع المنسوب عن بعض المناطق كانت أبرز النقاط التي تركز عليها اجتماع لجنة الجهوية لتسيير الطوارئ والأزمات في ولاية غرغل، والذي عرف مشاركة كافة القطاعات الوزارية والمنتخبين وممثلي بعض المنظمات الدولية العاملة في الولاية. والي غرغل أعلن عن بعض الإجراءات التي سيتم اتخاذها قريبا من أجل مساعدة الأسر في مركز تيفون دسيف الإداري، والتي تراجع منسوب المياه عن منازلها في العودة مع تكفل الدولة بتهيئة كافة الظروف. هذا المساء لا تعود لجنة من أعضاء اللجنة الجهوية للطوارئ لا تتنقل شور مدينة تيفون دسيفة ولا تقبض إن شاء الله الإحداثيات لديك الأماكن اللي فيها المياه من أجل سحب المياه عن ذيك الأماكن، ومن أجل هم اللي دعم ذيك الطرق البينية اللي بين المدن بتربة صلبة كان المرور عليها عود سهل. كذلك لاهي نقوم بعملية ضخ ورش ذيك المياه من أجل تخفيف من آثار البعوض، وندور إن شاء الله هنا بدء قبل نهاية الأسبوع باتخاذ كافة الإجراءات لتأمين عودة ذوك المواطنين. اللي راجي من المواطنين على مستوى المدينة هو على انهم يرجعوا لحياتهم الطبيعيه يمارسوها بشكل طبيعي، وعلى ان التلاميذ يرجعوا لمدارسهم ويرجعوا لاعدادياتهم وثانوياتهم، على اعتبار على ان الدوله متكفله بتقبل كل الاجراءات الملائمه لاعادتهم في ظروف جيده. وحول وضعية مراكز الإيواء الأخرى في توكومادي ومقامة، أكدت اللجنة الجهوية استعداد الدولة لتهيئة أماكن صالحة للسكن في إطار جهود السلطات العمومية الرامية إلى القضاء على ظاهرة التقرير الفوضوي. مناطق الإيواء فيها مناطق لا يتم تأهيلها للمواطنين حسب رغبة المواطنين ومدى استعدادهم للطلبات اللي لا يقدموا، على اعتبار على أن تعدل لهم تجمعات سكنية ملائمة به اللي بعض القرى اللي كانت قرى هامشية سكانها محدودين في أماكن غير صالحة للسكن، هذه احنا نجبروا على أن أكثر الفائدة على أن نعدل لهم تجمعات سكنية قابلة للحياة توفر فيها جميع المرافق الصحية، توفر فيها المياه الصالحة للشرب، توفر فيها المدارس، بتوفر فيها الأمن، وكذلك تعود قريبة من الطرق المعبدة. التوجه العام للدولة هو إنشاء تجمعات كبيرة أكثر من 500 ساكن توفر فيها جميع المرافق الأساسية والمرافق الحيوية. وخلال هذا الاجتماع تم التطرق لمستوى تضرر المساحات الزراعية مع اتخاذ قرار بتهيئة ظروف للشروع في إحصاء المزارع المتضررة وتقييم مستوى الخسائر التي سببتها الفيضانات. محمد علي سالك لقناة الموريتانية، مدينة كيهيدي.